انا اخر رساله للعراقيين، يعني اللي ارجوه من العراقيين انه لا تستمعون لكل واحد. هذول الناس اللي ما عندهم غير انه يحبطون ويتحدثون باشياء اخرى. اولا احنا كل احنا قاعدين ببيوتنا، كل شيء ما عندنا غير صفحه بالسوشيال ميديا، كل شيء ما مسويين. شنو اللي مسوينه للمجاهدين؟ احنا ما مسوين شيء. اهتمامكم بعوائل المجاهدين اللي موجودين بالعراق وانتم اهلا لذلك، ولا احد يمكن ان ينكر كرمكم يا اهلي بالعراق. هذا 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 كلش مهم، كلش مهم، كلش مهم، لانه الله سبحانه وتعالى لا يعتبركم جزء من المجاهدين انه تساعدون عوائلهم اللي موجوده في العراق. طبعا وضعهم ممتاز وما يحتاجون شيء، لكن حتى المساعده بالكلام هي مهمه جدا. لا تسمعون من هذا اللي يقول لك والله احنا ايش عندنا واحنا ما نقدر واحنا كذا وحزب الله ما يقدر وشوف اللاجئين. هذا ينظر بما يشتهي، بما يملي عليه ضميره. هو شوف شاف عفوا، احنا لا نسمح بان احد يقول عنهم لاجئين، اذا تسمح لي نقول عنهم ضيوف. طبعا لا، ولا نقول عنهم ضيوف، نحن الضيوف وانت رب المنزل. نعم، ليسوا بلاجئين. قال لك عندهم لاجئين، لا خلي يشوف، خلي يشوف ايش كم مدينه، ايش كم مدينه من المدن المحتله فارغه من سكانها. زين، خلي يشوف اذا شاف لطائره صهيونيه تضرب مكانات، خلي يشوف بالمقابل صواريخ حزب الله اللي تروح تدخل على 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 طاوله الطعام، على طاوله الطعام يجلس عليها القاده وتستهدفهم بهذه الطريقه. خلي يشوف ايش كم صهيوني يدخلون للملاجئ، خلي يشوف صفارات الانذار اللي ما تتوقف، خلي يشوف الطائرات اللي تنقل يوميا جثث الصهاينه. خلي يشوف ذني مثل ما يشوف ذني، وراح يصير عنده رؤيه. لا تسمعون من هؤلاء ابدا، لا تسمعون من هؤلاء. سياسيين، بعضهم سياسيين مرجفين مخربطين، ما عندهم اي، ما لهم اي قيمه ولا لهم اي حضور، وقاعد يدمرون نفسهم بنفسهم بالانتخابات القادمه. هذا كل همه يريد يرضي امريكا، كل همه بيتصور انه اكو رب العالمين يرضيه، ضمير عنده مثلا يرضيه. لا لا، هو ما عنده شيء، هذا يريد يرضي امريكا بكل طريقه. ايش ما ينطي ينطي في سبيل امريكا. ناس اجوا بالصدف، بالصدف هواي عندنا ناس اجوا بالصدف. الله وكيلكم لو ما هاي الصدف حتى يعني ما ادري ما سلمى صف بمدرسه، لا صف بمدرسه هواي عليه.